يعني اقرب من القاهره الاسكندريه تقريبا، او في نفس الـ 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 في نفس المدى، لكن للاسف يعني هو العديد من المواقع بتؤكد الخبر المتعلق بالسلطات القبرصيه بتلقي القبض. واحنا دلوقتي بنشوف تصريحات لرئيس الوزراء، غرفه عمليات مصر للطيران، وكنا بنتابع لحظه بلحظه، وكان في تنسيق طبعا مع كل الجهات وكل الاجهزه المعنيه بهذا الموضوع، وكان في اتصال بالطائره وطاقم الطائره، والحمد لله ربنا كرمنا والموضوع انتهى على خير. عوده المصريين يا فندم ان شاء الله هيرجعوا على طول، بالتاكيد هيبقى في بعض الاجراءات من الجانب القبرصي في الوقت الحالي، بعدها ان شاء الله هيكون في عوده للطائره باذن الله، ومعالي الوزير هينسق اذا كان في طياره ثانيه مطلوبه او اي حاجه، بالتاكيد هيتم كل الاجراءات باسرع وقت. الرساله يا فندم اللي بتوصلها مصر النهارده بمطاراتها، رئيس وزرائها، بمصر كلها، للعالم كله، يعني بنقول احنا الحمد لله والمطارات بتاعتنا بناخد فيها اجراءات حاسمه وبناخد فيها اجراءات دقيقه جدا، وفي متابعه على كل المنافذ سواء كانت بالنسبه للمطارات او بالنسبه للموانئ، وان شاء الله يعني عمليه المتابعه والتطوير المستمر موجوده، واجهزه جديده باذن الله تبقى موجوده، وان شاء الله كل شيء يبقى كويس في محله. هل كان هناك مطالب للخطف معينه؟ يعني سبب الخطف ولا والله هو في لحظات كان بيطلب ان هو يلتقي باحد ممثلي الاتحاد الاوروبي، وفي لحظات اخرى كان بيطلب ان هو يغادر مطار لارناكا ويتجه لمطار اخر، لكن يعني ما كانش في حاجه محدده. وتم الكشف عن هويته يا فندم؟ هو مصري، هو تأكد ان هو مصري، وبالتأكيد هيبقى في تحقيق معاه، وهنعرف بالظبط ايه الاسباب والاهداف من هذه العملية كلها ان شاء الله. شكرا جدا. شكرا جدا. إذا مشاهدينا الكرام، تم بحمد الله انتهاء أزمة الطائرة المصرية المختطفة منذ صباح اليوم بإطلاق سراح جميع ركاب الطائرة وأيضا طاقمها والقبض على خاطف الطائرة. ومعنا عبر الهاتف محمد حلمي من غرفة عمليات مجلس الوزراء بوزارة الطيران المدني. بنرحب بك محمد، ويعني ما تم إعلانه الآن وتابعناه من قبل رئيس الوزراء. الحمد لله دلوقتي يمكن رئيس الوزراء أدلى الحديث وخروج من غرفة يمكن الحمد لله. الحمد لله دلوقتي يمكن رئيس الوزراء أدلى الحديث بخروجه من غرفة الأزمات، يمكن الحمد لله تم الإفراج عن كافة المحتجزين بالطائرة، يمكن المحتجز بالفعل هو مصري الجنسية. عاوز أؤكد أن الحمد لله جميع الركاب سالمين بما فيهم طاقم الطائرة. أؤكد تاني أن كانت يمكن مسؤول رئيس الوزراء عن المطالب اللي كان بيتم الخاطف مطالبته للمسؤولين بمطار لارنكا، ان هو كان في بعض الاوقات بيطلب المنسق الاتحاد من الاتحاد الاوروبي او اتجاه الطائره بالمختطفين الى احد المطارات الاخرى، ويمكن مع تواصل التفاوض تم بحمد الله الافراج عن كافه المختطفين بما فيهم طاقم الطائرة. يمكن خلال اللحظات المتبقية القرار القادمة سوف يتم إطلاع طائرة من مطار القاهرة إلى مطار لارانكا بقبرص لعودة كافة أؤكد تاني كافة المختطفين على الطائرة المصرية المختطفة إلى مطار لارانكا إلى القاهرة بإذن الله. يمكن أؤكد مرة تانية سلامة كافة الركاب، الحمد لله سلامة كافة الركاب اللي كانوا على متن الطائرة بما فيهم طاقم الطائرة. الحمد لله الأزمة نجحت المفاوضات وعودة إن شاء الله في خلال الساعات القليلة القادمة جافة الركاب المصريين إلى مطار القاهرة الدولي بإذن الله. نعم. طب محمد، هل تأكدت لديك معلومات بشأن يعني ملابسات هذه أو انتهاء وانفراج هذه الأزمة؟ هل كانت بدخول قوات خاصة إلى الطائرة ومن ثم يعني الإفراج عن بقية الركاب، أم تم من قبل الخاطف تسليم نفسه؟ يعني هل اتضحت هذه الحقائق بعد؟ الحمد لله كانت المفاوضات كلها كانت مفاوضات سلميه الحمد لله، لم يتم يمكن القوات الخاصه زي ما بتقولي ده بيتم ده اجراء بيبقى اجراء روتيني بيتم فور نزول الطائره الى مطار القاهره الدولي. يمكن معي وزير الطيران المدني كابتن شريف فتحي. كابتن قول لي بقى، الحمد لله بنهنيك ان الازمه انتهت، ايه اللي تقوله النهارده والمفاوضات انتهت على ايه؟
اول حاجه بقول الحمد لله ان ركابنا كلهم بخير والطقم بتاعنا بخير، وده اهم حاجه احنا كان يعني عايزين نامنها باي شكل من الاشكال. الموضوع بتاع الاختطاف كان يعني ما نقدرش نيجي نقول عمل ارهابي، لان كل المعطيات واللي بيتولى تحليلها دلوقتي الخبراء الامنيين، وطبعا هم دلوقتي مقبوض على الخاطف. في حاجات بتتداول كتير، يعني الموضوع ما كانش محترف، الموضوع كان في مكالمات تم رصدها بتتكلم عن حاجات شخصية، في حاجات بتتكلم عن يعني مش عايز برضو بلاش اتكلم في مواضيع سابقة لأوانها، انما هو بعيد. وبرضو انا 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 بتبع مبدأ الشفافية، يعني لو في حاجة احنا هنقولها 100% ما بنخبيش حاجة، انما انا بتلاشى بس فقط ان انا اتكلم في اي موضوع مش مؤكد علشان ما نقعدش نعمل لغط كتير. المختطف دلوقتي في ايد السلطات، واحنا ان شاء الله مجهزين طيارات، بس مطار قبرص مغلق. اول ما يفتحوا المجال الجوي لقبرص في طياره هتطلع مع طقم قياده موجود معنا دلوقتي منتظر بقاله فتره، هننزل هناك وهنعود بالركاب بتوعنا كلهم، والركاب الاجانب اللي عايزين يروحوا مباشره على دولهم هنسهل لهم الاجراءات. وطبعا هنعلم بعد كده ان شاء الله في الوقت قريب على نتائج التحقيقات وايه اللي حصل بالظبط والحاجات دي كلها، وبالاسماء وبالجنسيات كما كان يريد الاخوه في الصحافه في الوقت المناسب باذن الله. سلامه الركاب يا فندم عايزين برضو ناكد عليها، سلامه الركاب 100% وطقم الطياره بتاعنا سلامته هي الاساس. احنا كان عندنا شكوك كبيره جدا ان القنبله دي هيكليه وحزام شكله مش شكل حكايه حزام ناس، ومع ذلك ما رضيناش ناخد ريسك ولا 1% ان احنا نتعامل مع الموضوع على انه مش حقيقي، لان دي سلامة ارواح ناس، ده بالاضافة طبعا لسلامة طيارتنا وحاجات زي كده، انما ارواح الناس هي اهم حاجة. فتعاملنا مع الموضوع من الالف الى الياء على انه تهديد امني واقعي، وحتى التأكيدات اللي كانت موجودة عندنا والرؤى اللي كانت موجودة عندنا اللي بتتكلم على انه القنبلة مش مظبوطة وهيكلية وانه غير محترف وخلافه، خلتنا ان احنا برضو ما نبصلهاش، اخترنا ان احنا نمشي في هذا الاتجاه. واخيرا طبعا انا عايز اقول فريق ادارة الازمات بتاعنا اللي موجود في مصر للطيران والوزارة ومشاركة دولة رئيس الوزراء، شيء كان يعني ما اقدرش اقول 100% بس اقدر اقول ان انا فخور النهاردة ان احنا قدرنا ندير الازمة من مركز العمليات بتاعنا بفريق العمل بتاعنا بالشكل اللي احنا قدرناها بيه النهاردة. وارجو ان الزملاء في الصحافه لما انا رفضت ان انا ادلي باسماء او جنسيات او غيره يقدروا هذا الموضوع، لان ده موضوع امني وليس موضوع خاص بامن وسلامه عادي. لو موضوع فيه مثلا طياره بتعطل او غيره ممكن نتكلم في الحاجات دي، انما لما بيكون امني احنا لازم نخفي معلومات معينه علشان الجهات الامنيه تقدر تتعامل مع الموضوع بشكل مؤثر وما يضرش بحد. احنا شفنا النهارده في اسم تم الزج بيه وبحسن نيه، بحسن نيه يعني ما نقدرش نقوله، وبعدين اتسرعنا كلنا حكمنا على الاسم ده وطلع اسم تاني خالص، وده بيؤكد برضو ان احنا لازم نتعامل مع الامور دي بحرص شديد. سمعه الناس وجنسياتهم مش لعبه. لسه مستنيين لما المطار يبقى. احنا جاهزين نرجع بيها والطقم موجود معايا، وفي طياره هتطلع تانيه. الطقم العالي لازم يرتاح، فاحنا في طقم تاني موجود معانا دلوقتي جاهز يطير على لارنكا عشان يرجع بالطياره اللي هناك، غير الطقم اللي هو غير طياره اخرى كمان طالعه مع طقم جديد. هل الموضوع تم بالسلب يا فندم؟ ما فيش جواب خاص؟ هو تم القبض عليه بشكل ما نقدرش نيجي نقول بشكل هجوم عنيف، يعني هنعلن عن التفاصيل دي بعد كده. طب ايه اللي تقوله النهارده بقى الاهالي بقى والمواطنين؟ بصوا يا جماعه انا عايز اقول حاجه بمنتهى الصراحه، ويعني خلينا نتكلم بمنتهى الصراحه. احنا بنمر بظروف صعبه كدوله، وبنجتهد في كل المجالات اللي احنا بنشتغل فيها، وفي مجال الطيران في مجهود كبير بذل بالفتره الاخيره على موضوع تامين المطارات وخلافه والكلام. ما عندناش الى حد كبير الثغرات القويه اللي ممكن بيصورها البعض، انما عندنا فرص للتحسين في حاجات كتير. الفرص دي احنا بنحاول نستغلها، وفي نفس الوقت طالبين اجهزه كتيره جدا حديثه تجديد اللي عندنا، وعشان نخلي منظومة الأجهزة الأمنية أو أجهزة المتابعة الأمنية أو التفتيش الأمني في المطارات المصرية تكون على أحدث مستوى. بناخد وقتنا شوية أو بنجري بقدر الإمكان في هذا الموضوع، وأنا بوعد أنه إن شاء الله في وقت قريب جدا إحنا يعني هتكون إجراءاتنا الأمنية في جميع مطارات مصر يمكن
اكثر دقه من مطارات كتير جدا موجوده في العالم. احنا حاليا نضاهي حاجات كتير، احنا في متابعات امنيه يعني عايز اقول حسيسه جدا مع جهات قامت بالتفتيش على مطاراتنا، وشفنا ايه التعليقات اللي كانت عندهم، ويعني بأؤكد ان ما كانش فيه تعليقات قويه جدا، انما كانت التعليقات كلها حاجات ممكن تعديلها، تعديل في بعض الاجراءات وخلافه. احنا عاملين منظومه تدريب برضو هتبتدي تشتغل معانا جديده جدا بالنسبه للقائمين على الاعمال الامنيه، في تعاون كبير جدا من جميع الجهات اللي بتشترك في التامين سواء كانت وزاره الداخليه او الجهات الاخرى السياديه، وباذن الله باذن الله مع العمل اللي احنا بنعمله ده هنشوف نتائج كويسه جدا. الاهالي بقول لهم الحمد لله على السلامه، وده اللي انا ابتديت بيه، الحمد لله على سلامتكم وسلامه اولادكم طبعا، والطقم بتاعنا بقول لاهاليهم. وعلى فكره احنا اتصلنا بكل الناس، يعني حسب معلوماتي احنا وجهنا او كجزء من التعامل مع الازمه ان احنا بنتصل باهالي الركاب اللي عندنا تليفوناتهم اللي بنعرف نوصل لهم، وبلغناهم باللي حصل، ويعني انا معايا دكاتره نفسيين موجودين معايا جاهزين ان احنا كنا نطير على قبرص، بس للاسف مطار لارناكا مقفول، انما انا كنت جاهز مع مجموعه من الاطباء ومجموعه يتعامل معايا للدعم ان احنا نطير لقبرص، بس مطار لارناكا مقفول حتى الان، والفريق جاهز برضو ان هو يطير في اي وقت اول ما ناخد البرميشن على طول ان احنا نطير. يعني ممكن في قد ايه يا فندم؟ ممكن يعني والله انا كان بيقولوا لي في خلال ساعتين، الكلام ده من حوالي ساعه، فاحتمال كبير قوي في خلال ساعه ان احنا نتوجه الى هناك. طراز سي 130 ده صحيح الكلام ده؟ الطياره من طراز اير باص 320. سي 130 دي طياره حربيه مالهاش دعوه بالركاب. المختطف مصري. طيب كان في اشياء برضه فندم ان في اعلى طيارات طلعت من المتحدث العربي تم احتجازها كانت مطلعه الى نيويورك، الخبر ده صحيح؟ لا 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 لا، طياره نيويورك كالاتي، طياره نيويورك خلينا ناخدها بمنتهى الشفافيه. طياره نيويورك كانت حصل فيها عطل فني، ولما حصل العطل الفني وكان في ركاب مغادرين عليها من برج العرب، فاحنا قلنا تحسبا لهذا الموضوع خلينا نعمل اعاده للاجراءات الامنيه. انما هو الاساس في تاخير طياره نيويورك كانت حاجه فنيه، انما الحقيقه لما كلموني انا اللي خدت القرار وقلت لهم يا جماعه ولو انه مش مطلوب قوي انما نزلوا الركاب واعملوا اعاده الاجراءات بتاعت البوردنج بتاعت الركاب تاني بنفس الاجراءات الامنيه، تحسبا يعني لواحد في المليون ان يكون في اي حد اخر موجود على هذه الطياره. فانا متحمل مسؤوليه تاخير طياره نيويورك الحقيقه. انا يعني حاسبوني عليهم، انا المسؤول عنهم. يمكن يا فندم برضه قيل ان كان ممكن كابتن الطياره يتم نتيجه اكيد المختطف عارف ان ممكن نفذ الوقود او كده، ممكن ليه ما نزلش في احد المطارات المصريه؟ خلي بالك لما تكون بتتعامل مع حاله بالشكل ده وهمك امن وسلامه الركاب، وانت بتتعامل من الكابينه والمختطف ما عرفش يدخل الكابينه، دي حاجه مهمه قوي، الكابينه دي ما حدش بيدخلها، كابينه مصفحه ما حدش بيدخلها، فانت همك انك انت تؤمن سلامه الركاب. فانا بتصور اللي عمله الكابتن صحيح 100%، في حالات معينه ما ينفعش الدخول في جدل فيها، وما ينفعش انك انت تجازف بتقديراتك الشخصيه. الكابتن اتصرف تصرف ممتاز، انا فخور بيهم جدا، فريق العمل بتاعنا اللي موجود عملوا تصرف كويس، كانوا ثابتين، يكفي ان كل الناس نزلت وتبقت مضيفه من المضيفات سيده لم تبكي ولم تصرخ وتقول انا عايزه اخرج مع بقيه الناس طلعوني معاهم، كانت متماسكه وموجوده في خدمه الركاب اللي موجودين ومساعده طاقم الطياره اللي كان موجود. يمكن يا فندم عايزين برضو، هل اطمنتوا على الركاب هم موجودين فين دلوقتي ومطمنين عليهم هناك؟ في الركاب في مطار لارنكا مطمنين عليهم جدا، طبعا بتبقى في سلطات تحقيقات روتينيه في الحالات اللي زي دي من جانب السلطات القبرصيه، وده نوع من انواع السياده واحنا بنؤيده 100%. اول ما تبقى الامور دي جاهزه ونبقى جاهزين ان احنا ناخد بيرميشن على الاقلاع المسافه قصيره، احنا هنروح ان شاء الله وهنرجع بالركابنا وبولادنا كلهم بالكامل ان شاء الله. هنيجي يا فندم للتعامل مع الازمه ده بشكل اشكرك، شاكر جدا، شاكر جدا، شاكر جدا، شكرا، اشكرك. استاذ نرمين زي ما شفتي يمكن الحمد لله سلامه الركاب باذن الله ان شاء الله عودتهم سالمين غانمين لارض الوطن خلال الساعات القليله القادمه. محمد حلمي من غرفة العمليات بوزارة الطيران المدني، شكرا جزيلا. إذا مشاهدينا الكرام انتهت بسلام أزمة اختطاف الطائرة المصرية في مطار لارناكا، والتي يعني تمت صباح اليوم وتم تحرير جميع ركابها منذ دقائق. طاقم الطائرة أيضا خرج بسلام وتم إلقاء القبض على مختطف الطائرة المصرية، وهو الآن في أيدي السلطات القبرصية كما تابعنا من خلال تصريحات رسمية لرئيس الوزراء شريف إسماعيل.
إسماعيل ومن بعده وزير الطيران المدني شريف فتحي. تم التأكيد أيضا عن أن هناك طائرات مصرية سوف